مساكم الله بالخير على هالجو الحلو والرايق. اليوم ما شاء الله الجوش حلوه على يا تخيتي مبدر عسى عمرها طويل. شرفتنا اليوم شرف اخدارك. عندنا حلقه تراثيه، فالحلقه التراثيه من نجيب لها؟ ام التراث كله اللي مختصه بتراث الكويت وعندها الشغل كله. لا عاد والموروث الادبي الشعبي النسائي. النسائي اي نعم. فقلنا يطلبون اكل الانفاس ويقولون يا سليمان شو نسوي باكل الانفاس؟ قلت لهم والله انا ما اقدر افتي، بس الان انا في وايد اشياء طرات جديده ووايد اشياء كانت قديمه. أكيد. فالحين الميكروفون مع ام بدر. حياك الله. حياكم الله اعزائي المشاهدين. انا ودي بس اقول لكم على شيء واحد، انا لما بتكلم الان لا تفكرون اتكلم هالايام، ولا راح اتكلم عن انا لما سنه 75 كنت انفسه، لا اتكلم عن 100 سنه. نعم. لما كان كل شيء قليل في الكويت. نعم. ما كان في ابدا شيء يعني هالانتشار. اي نعم. لا كان اول عندنا هذا رشاد. رشاد نعم. هذا الرشاد وعندنا الحلبة. الحلبة. بس شوفوا ترى على فكرة الحلبة بس 10 أيام. 10 أيام. 10 أيام نعم. بس وينشال عقب العشر أيام مستحيل نو واي. لكن الحلبة تنقل. ايه؟ وهالبهارات كلها تنقل بالقبوط. ايه؟ أو المرقوق. ايه؟ أحيانا العصيدة بعد الفلفل الأسود لهم. نعم. وحبة الحلوة. ليش؟ ايه؟ هذا كله يستخدم للتصريف. نعم. ولنظافة الأمعاء وتحرير الأمعاء والرحم من كل الشوائب. نعم. ايه نعم. 4 أشياء بس هذا اللي هم يحطونه. نعم. لكن مع التطور شوف عندنا عادات وعندنا تقاليد، عندنا نسيج اجتماعي استاذ سليمان بوداود فظيع. نعم. فبترك لك الميكروفون حق النسيج. بعد نسيتي شيء، للزعتر. للزعتر هذا مع الاكل كل لما وجبة. يسوون حق الانفاس يعني تاكل الصبح عصيده. نعم. شي صرف العصيده، عصيده دهن عدالي. نعم. وشكر وطحين حنطه. اي نعم. وحيل ما يصرفها الا. لا. الزعتر. نعم. قوري الزعتر ينفخ 3 مرات في اليوم عقب الريوق، عقب الغداء، عقب العشاء. عقب العشاء. نعم. فاحنا عندنا عادات وتقاليد غير اهل الكويت. النسيج الاجتماعي اللي معانا واللي هم شيء ضروري. أي لهم. اللي كان يتكون من هال4 أشياء. هذه هي الأربعة اللي قلتها: حلبة. أي. حبة حلوة. رشاد. فلفل أسود. تالي زادت بعدين الأشياء. هذا الكزبر وهذا كله ينحط بالطبخة. الحسو. بالطبخة. أي. الحسو ما كانوا يأكلون الكويتيين بتاتا، أنا أقولها عن جدارة. حتى أنا أهلنا ما عطونا حسو نهائي. إيه؟ لكن عندنا اللهوم. عندنا اللهوم. إيه؟ وعندنا البهار هذا كله. إيه؟ ينحط في القبوط أو المرقوق. إيه؟ أو المرقة المعرقة مع دياية. نعم. قبل ما في دياية بتاتا قطع من اللحم الهبر اللي توه مذبوح. نعم. يوم يتاكل لنفسه 40 يوم لحم. نعم. نقول لكم الحين بنرد نسوي طبخاتنا واللي طرأ عليها التطور وما زالت موجودة، فبرد نقولها الحين مرة ثانية لكم. الحين قول حق أختي مشكورة. تفضل ارتاحي وما استغني بسألك كل ساعة. بس أنا أبي هذول تقول لهم عن أي هذا الاجتماعي. أي نعم. أي الحسو اللي هو عندنا حسو العيام وحسو العرب أو البدو على قولتهم. ايه. واللي هم نفس الشيء اللي هم العيام اللي هم العرب أو البدو. فهذا إحنا مجتمعنا يا جماعة اللي الحين نسيج اجتماعي متكامل. كلمونا. يربط بعضه. نعم. بس بعض لهم بعض. عاداتهم تقاليدهم، إحنا لنا عاداتنا وتقاليدنا. نعم. شكرا جزيلا. yeah. قبل ما نشيل هالأغراض اللي عندنا أنا ضحكوني بعض الأسماء الموجودة. هذا قرص القمر وهذا أرجلوية، أظن اسمه أرجلوية، وهذا أرجل قراح، وين خيار شمر، وهذا خيار شمر وفي خراخيش بعد يخرخش عدل. أم الكركم. أشياء غريبة. العرقسوس أو الأرقسوس. أم الكركم الأصفر. هذا الأصفر. نعم. هذا أي نعم. وهذا اسمه قناقين. يعني فقلت لا تشوفونهم وياي، عقب بكمل وياكم بس على نشيل هذولي وندش في طبخاتنا اللي بنسويها الحين. رادين لكم
ردنا لكم مرة ثانية الطبخة اليوم أختي غنيمة، هذه الطبخة يسوونها الحساوية، وطبعا الحين صار متعارف عليها، وأنا قمت أسويها حتى حق شنايني ويستانسون منها ويأكلونها لقمة حلوة يعني، اللي هي العيش مع الدياي، عيش ودياي، بس الدياي لها طريقة، هذه الدياي كاهي عندنا، والبهارات كهم موجودين اللي هم الدارسين والهيل والفلفل الأسود طبعا، ولازم شوية حلبة وشوية سويدة ينخلط مع الحشو. الحشوة غريبة شوي، هي كبدة الدياي وقنصينتها اللي هم قبل إذا كانوا يذبحون الدياي في البيت، فالكبدة والقنصينة يحشون فيها الدياي نفس الشيء، ويحمسون الجدر بشوية بصلة وطماطة، وينزلون بشويشة معجون يصبون عليه الماء مع الحلبة والسويدة، ويخلونها تطبخ لين تستوي، عقب يقلونها، عقب يشبسون عليها، ويسمونها خوية لأن يلحفون المرة فيها على قولتهم تطلع يطلع منها الهواء عشان الخوى خوى الهواء والراس، ويدهنونها ويهمزونها يرددون عظامها على قولتهم، يعني على شغل قبل الحين تقاليد على التقاليد الأولية، لكن الحين موجود على قولتهم المساج والدنيا وكل شيء موجود، لكن نوريكم الطريقة الأولية مالتها. هذه الدياية طبعا المفروض تكون دياية مالت بيت، والذي قبل تقول اختي غنيمة الدياي كان مو متوفر، كان يذبحون الدياشة. نعم الحين لا والله هاي ديايتنا موجودة. هذه الكبدة بناخذ جزء من الكبدة، اهو خلنا نحطها قدامكم، جزء من الكبدة عشان حق حشوتها، هي المفروض كبدة واحدة فيها، والقانصينة حلوة الله ينطعها إيه وياها، وبعدين شوية من النخي اللي مسلوق أو منقع زين، وشوية كشمش اللي هو الحشو عدل، وبصل احنا محموس ذاهب كهوة عندنا، حطنا شوية بصل محموس، ولازم الشيء الضروري اللي هو السويدة يحطونه وياها، والحلبة، حلبة منقعة المرورة ناخذ منها شوية، الزنجبيل والثوم، هذا كيفكم، اكو ناس يضيفونه ناس ما يضيفونه، فأنا بحط حبيبة، وهذه حبيبة منه، والبهارات اللي هي وريتكم إياها، البهار الهيل والدارسين والفلفل الاسود غير الفلفل اللي حاطينه بعد فيها، وشويه بهار مال البيت المخلوط وياها على طول. نخلطه كله يميع ونحشي فيه الديايه. ديايه مبهر بطنها. فانا عندي هني عشان ما اذيكم الحشوه كاهيه ذاهبه مسويه عندي كاهي شوفوها. يلا يا كماري تعالي يبا. كماري بتحشي لنا الديايه، هذه ديايتنا. حشيها عدل وخيطيها زين، وهذه الحشو كهوة وخيطيها، وإذا قصر سوي روحي منك. أبا أقول لكم الحين عن الحمسة اللي بحطها بالجدر، خلنا أشب شولتي، أنا من متى الحين 3 سنين وأنا بشولها كلها غلط فيهم. يلا نحط شوية زيت عادي اللي هو مال الطباخ، ونحمس لها حمسة، بصلة، نطلع القفشة، حبيبة بصل، حبيبة طماط، عدل، شوية ثوم، شوية زنجبيل، واللي معتمدين عليه الأساسي الحلبة، حلبة والحبة السوداء أو حبة البركة على قولتهم، هذه تنحمس وياه، والبهار الأساسي فلفل أسود. إي هذا أهم شيء. نعم أساسي فلفل أسود. فلفل أسود ضروري حق الانفسة. نعم. حق الانفسة. ينظف كل شيء. نعم. على ما تحمس يضيفون لها بعضهم قفشة معجون وبعضهم من غير. فإذا صار المعجون يصير شوية الأي شوية محمر، وإذا هذا يصير أصفر. والحساوية يحبون الحمر. أي عيش الحمر. عيش حمر عدل. حمس لين تظهر ريحتها، وتالي نصب عليها الماء الحار تطبخ، وما ننسى لومي الأسود، وما يحطون فيها لومي أسود بعد لازم. والحين عقب ما تطبخ شوية تعرق مع الماء. أيوة أي نعم. الحين تخيطها ونفرها فرتين ونصب عليها ماء الحار. ننطر شويه لين بس تحمس الحمسه ويبولي لي الملاس والكركم لان نسيناه، ورد لكم بعد شوي.
هذا الكركم. اي هذا الكركم بس خلنا نشب الكوله هذه هني طفت دقيقه واحده. وين هذه؟ هذه مالتها؟ لا ايوه عدل. اعطني شوي هذا الكركم. نضيف شويه كركم ونبي اللومي الاسود. تفضل. ونحط تالي الماي الحار. ترى يا جماعه البرنامج اسمه نقصة القصار مو نقصة. كلكم يا الجيل الجديد تقولون نقصة، غلط، مو نقصة، نقصة نقصة. نعم النقصة اي انتقص من زاده وعطى غيره. عدل. وهذه ديتنا اللي حشيناها بالكبدة والقوانص والبهارات والفلفل الاسود نردها بزود ماي بعد. انا زيد شوية ماي حار نخليها تطبخ ونجهز حق الطبخة الثانية لين تستوي. يبيلها تقريبا ساعة إلى ساعة أو ساعة وربع على حسب حجم الدياية لين تنضع عدل عشان نقليها عقب لكم ونرد لكم بعد شوي. طلع ديايتنا شوفونها استوت كاهية. حتى شوفوا استوت نوبة واحدة نضت، شفتيها مبدر؟ أيوة. وهذه اللومية طلعنا واحدة وياها وهذه اللومية واحدة. وهذا الماي اللي يغلي على طول عندنا العيش. لا شب عقب هذه مع حط العيش اول. وسيده نساقيه بالماي. الماي مملوح وكل شيء فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. على حسب ما نبي. عدل. ابي هذه ما ابي ازلق جذري. بس قياس مو لي. لبيب ناطع اكله ناطع يا للهول. وهذه الديه بس نحط لها شويه هذا قضى لها شويه كركم. خلنا نطفي بس التشوله هذه مالتي. هذه نعم ايوه. وهذه حمت شويه دارسين على الديية. يلا يا كماري نقلي الدياية الحين. واللي يحب يحط لها شوية هيل بعد عليها. أحلى شيء الدارسين مع الدياية عند القلاي. نعم عجبة يطلع ريحتها وطعمها. اي نعم. وأوصيكم بالكركم. الكركم يعني له منفعة لا تعد ولا تحصى. على ما نقلي الدياية وتسكر العيش نرد لكم عشان نوريكم الطبخة الثانية اللي وراها. هذه ديايتنا قالوها ذهبة. شفتوا العيش دش بيوته هني بنسوي فيه فتحة. عدل شوفي اختي غنيمة ايه عشان ننزل الدياية نركزها هي نركزها فيه وعقب ما يفتشونه الا عند المحتفى بها كذي وتدني عليه هذه ها واللومية السوداء يمه ونخليه يكمل السكر ماله على الراحة. هذا كذي خلصنا منه خلص وهو هذا يكمل. طبعا ايش نبي نحط له هني؟ لازم شوية من السمنة فوقه. قبل كانوا يبالغون بعد بالسمن عادل اختي وايد. اي الحين عندنا شيء ثاني بنسوي الحسو. قياس الحسو احنا ماخذين هذا الحسو جاهز من الحواي. زين نحط قفشتين طحين. هذا اسمر ها؟ الطحين وهو هذا حامسين احنا من قبل. ايه؟ وطحين اسمر اللي هو فيه الرده مالته. ايه؟ وثلاث قفاش حسو. حسو واحده ثنتين ثلاث ونحركهم لين تظهر ريحتهم. انا بس محمل جدر من اول لين تظهر ريحتهم شويه. عندنا بعد العصيده اختي عدل. اي صح العصيده عاد
قاعد انطرها بفارق الصبر. قبل يغشون فيها الحريم الانفاس يحطون فيها اللحوم. إيه مثل اختي غنيمه تعيط لها من اللحوم، يقومون يكتون لها بالعصيده وما تدري تاكل عصيده. سوتها امي فيني الله يرحمها. الله يرحمه الله عليها، رحمه الله عليها. شوفي بدت تظهر ريحته؟ ايه بس بس ما ننظر ولازم ايدينكم فيه لا يحترج، بس تظهر ريحته. عاد احنا الله يسلم عمرك ما نضيف كله سمن، نحط زيت اول شويه وتالي سمنه. السمن اللي هو دهن العدام. اي نعم هذه دهن السمنه يسمونها الكويتي قبل. وما نضيف له يا حبايبي الدهن الماي حار، اللي حطيت له ماي حار وهو طحين تعقد دقيقه واحده. نحط له الماي فاتر. شوف 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 شلون ظهرت ريحته. وتالي الشكر. اربع شكر. لانه عشان يشيل مرورته. شويه بس. اي لا بس ابي هذه ابي افله الحين الشكر، ودينا تفله دقيقه واحده. اي اكيد. عشان لا ينقص ويا ذينه. والماي مدارات. تبون الماي يملك. وناس يضيفون له الرشاد عقب. وناس من غير رشاد يقول لك مطحون وياه، بس لا احنا نضيف له الرشاد عقب. منفعته قوية الرشاد. نعم. وايد له منفعة. البيز يلا اختي غنيمة صب لي شوية ماي عليه. هات البيز وحط البيز يلا. اثار البيز خرجه. بسم الله مرة واحدة مرة واحدة. بعد 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 ياخذ 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 ياخذ، لان في طحين راح يثقله. ايش؟ بعد بعد شوية. قول لي بعد اذا ما اقول لك بس. ايوه بس تمام. الحين انطري تطابخ. من هذا الحسن ويتم يتطابخ، وعقب لين استوى ضفنا له الرشاد ودهناه بالسمنه قفشتين سمنه. بعد الحين انا كني ودي احط سمنه من الحين عشان تظهر ريحته شويه عدل. تظهر صار اليوم قبل يطنزون على امري حد داركم شري حد دار نفسه، والسبه الحلبه والفلفل الاسود والبهارات ذي كلها. شوفوا يبتدي يصك شوي شوي، بغيتوه على خطورته زين، بغيتوه ازود تزيدون قفشه طحينه او سلم حلبيه. ايوه اي نعم، بس خليه يقلب قلبتين وهذا هو الحس واستوى. وهذا عيشنا مني، شوفوا عيش الاخوي على قولتهم كان مستوي. الحين عندنا باقي بس العصيده بنسويها. وهذا بدا يتطابخ، شوفوا يوم بدا يطبخ شوي شلون صك. اعطنا شويه ماي. على قولته خالتي تقول اذا قمش. ليه قمش؟ هذا هو ليه قمش. نعم. طالع بدا مثل القماش. اي نعم. يبقبق. بعد شويه. زين خوش. يبقبق. احنا اذا بقبق يقول لي قمش. يعني حساء، فلازم ما يصير صاك مره واحده ولا يصير صلول وعذبه واحده كلش. لازم شويه في مثل الشوربه. مثل الشوربه. اي شوفي لان في طحين شاه كل ما تعطيتي ماي. ما شاء الله كل ما اعطيناه ثقل. اي كل ما اعطيتيه يحكي على شوف شلون يقمش. شوف يقمش. انا كنت بالانفاس كله ويا امي، يمكن خالتي السمه تتذكر للحين. وامي ما تحب الحسو فانا اللي الهمها عنها. والبيضه والعصيده تحت الدوه هم انا الهمهم عنها. بعد يبينا ما يخفي ان شاء الله. شوفي تقريبا اخذ الجك كله. اعطي اعطي. ايوه زين تمام. الحين قبل لا نطفي عليه بس يقلب قلبه واحده بنحط له شنو؟ الرشاد. الرشاد عندنا مغسول ومنقع صار له مده عشان شي يشوفونه. رشاد في مندل مثل الماده الصمغيه. ايه وايد زين الرشاد وايد. يعني اقوى مفعول بالنسبه للهم. نعم. واقوى شيء. وكذي يحسونه خلاص ونرد حق الطبخه الثالثه. العصيده. والعصيده نعم. غرامي يا دنيا يا غرامي. صبينا شويه زيت هني في القاعه يعني ما حق العصيده ونزيده بعد شويه سمنه عشان نطلع ريحته عدل. عجيبه. نعم. وتالي شنو هذا الحين اللي هو العصيده تنفسه لازم الحلبه. نعيمه وياه. معلومه تراثيه. نعم. هذا دهن العداني. نعم. ما يجدون الا نساء العوازم بالدرجه الاولى. الاولى. وهذا الفلفل الاسود. أيه. نعم. لازم عاد احنا حبيبه هيل طلع الطعم لازم.
بس خليها الحين بس تحمر دقيقة واحدة وننزل فيها الطحين. أنا أبي كفيشة حق الطحين. هذه زينة. هذا الحسو خلصنا منه. بعضهم حتى من اللحوم يحطون وياي حرق دياتك. حتى من اللحوم يحطون وياي. بس طبعا يوم عشان احنا بناكلها ما نبي لحوم. عدل؟ بس عادة عادة يحطون اللحوم فيها. على ما تحمى الدهنة عشان ننزل فيها الطحين، هذه يا جماعة الماي حار. ايش بنحط فيه؟ هذا الدبس. هذا الدبس. العسل الأسود. العسل الأسود، دبس التمر. عصارة التمرة. نعم. على طول بس نحركه شوية. فيها لا يقعد خلي بس وقت كده وطبعا بنزيدها بعد شكر لان الدبس بروحه حالاته عاديه مو قاطعه اي اي انا دقته مساحه اي نزيده شكر عشان نصبه على العصيده يعني هذا بدال الشيره بدال الشيره نعم اي هذه اكو ناس يحطون الحليب شو مجهزين لي الحليب انا استخدمتكم الدبس مفيد والحليبه مفيده بس تشوفون اليوم عصيده الدبس شيء ما شفتوه من قبل يعني هذا الطحين تقريبا 3 كفاش طحين سنفلها مره واحده تظهر ريحتها مع ايش حطينا الفلفل الاسود والحلبه والهيل وكفيشه سمنه تنقل بعد احنا نبيها يامده شويه عدل اختي اكيد العصيده ضروريه ريوق الانفسه نعم. لازم عصيده وحمسه بيض بيض اي نعم مع بصل وفلفل اسود عادل هذا ريوق الانفسه عادل عدل بس الحين بنات هالوقت ياكلون كذي يبون الرشاقه صاج ما نبيها تتعقد علينا فنفلها شوية بالدهنة بس تظهر ريحتها زيدها حلبة ولا كافي؟ لا كافي حطيت كنا ولا دول شو اسمه دول هم الحسو نقدر نحط منها فيه بعد ولا كافي؟ لا حط حلبة شوية كفيشة صغيرة كفيشة صغيرة وفلفل اسود نظهر ريحتها وتالي خلنا نطفي على هذاك وينه ان شاء الله يحرق ديني يمة البيت بسم الله الرحمن الرحيم قصر الشوله تحملي من الطشه حاميه شولتنا عطينا شويه شكر هم يقولون يفرونها لين تفرد انا اتوخر عن الاطراف اول على سعفه يقولون إيه؟ عصات سعفه نعم يبلي يريده شوفوا شلون بدات تلصق هذه العصيده مو السايحه كلش ما نبي السايحه كلش نبي هذه اي شغل عدل قامت شوفي قامت شوف ها تقاود مع بعضها تقاود تقيود ما يبون شيء يترس بطن هالحامل ما يبون يسوون لها بعدين عاد طبق البيض الحمسه البصله الخنينه نفرفته البيضه على طول التفرفت بس بقى عندنا النشاب الحين ايه ونوريكم اذا عندنا وقت بعد بنحمس بيضه عندكم رادي لكم بعد شوي وهذه عصيدتنا برزت نزليها اختي ايوه بسم الله ايوه صح عادل نعم الحين بس نواسيها وردنا نشب عاد العيش نخلص منه مع الدهن اي مع الدهنة على ما يستوي البيض راح يحمسون البيض عقب نوريكم اياه البيض ما يبي له شيء الدهنة شوية الدهنة سمنة هي لازم الدهنة بدي اكملها الحين حمسة البيض مع البصل نعم
تصير وجبة غذائية معتبرة. وجبة غذائية معتبرة عليها القيمة، وهذا ريوق لنفس الصبح ماكو غيره. نعم. ولازم تاكل البيضة والبصلة وكل شيء. إذا قالوا دهن وهريس. دهن وهريس. إذا قال أبد، يعني متفقان تماما. الحين بعد دهن وعصيد. وعصيد. الكل ربع. تسوي لها حضن وترسونه من الحمسة من البيت. إيه. ردينا لكم يبا حق النشار. هذا الحسو عاد الاختي غنيمة. إيه. صبحني. تبون يا لنفسه انتبهوا عدل، وبنقول لكم بعد عن هذا البقل. نعم. ضروري حق لنفسه مع خبز خمير. نعم. حق الحليب. عدل. نحط عيشنا ان شاء الله. شوفين كيفاش. تغني ما حط البيض على هذا. ان شاء الله. نعطي شوف ايش نضيفه. تفضلي. داير ما دايرها. وهذا العيش اللي فيه الحلبة وفيه السويدة والدياية ببطنة، عاد عادة تاني فتشونة قدامها لنفسة عدل، وتفتح هي الدياية على قولتهم عشان تعرق عدل، وعقب يهمزونها. الحين ماكو تهمز، الحين يروحون حق الثربي عدل. اي صحيح. يبون فلبينية. إيه؟ يتفقون معاها تي شو اسمه مساج الحسو. هذه العصيد الريوق. نعم. وهذا غداها. نعم. وهذا بعد. وهذا عشاها. نعم. وهذا بعد يوم ويوم. بين الفينة والفينة. نعم. من يوم وترك هذا تاكله. آه طبعا. لنفسه. ما شاء الله كاملة مكملة. ونقول لكم مشكورين وما قصرتوا، ونشوف على متابعتنا أنا واختي غنيمة، ونشوفكم إن شاء الله في نقصة جاية. نشوفكم مرة ثانية مع تحيات نقصة القصر. عساك سالمة. في أمان الله. We'll be right back.